إدارة مهرجان موازين تخرج عن صمتها تزامنا مع اقتراب احتضان مدينة الرباط لمهرجان موازين، أكد القائمون عليه أنه مهرجان للشعب. وقالت جمعية مغرب الثقافات في تدوينة على الحساب الرسمي لموازين على الانستغرام: مهرجان موازين هو مهرجان الشعب، بحيث يمكن للجميع الحضور للسهرات والحفلات الفنية، وتعتبر هذه من السمات والقيم التي تطبع المهرجان، إذ أن الدخول المجاني يغطي 90% من العروض سنويا. وتجاوب زوار حساب مهرجان موازين مع التدوين معبرين عن رغبتهم في المشاركة في المهرجان الذي يستقطب سنويا ثلا من أشهر الفنانين عربيا وعالميا.